السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نكرر الترحيب بكم دائما من هنا من برنامجكم برنامج الأصايل، لنواصل هذه التغطية المستمرة لهذا المهرجان الكبير، مهرجان قطر 12 للأصايل. فأهلا وسهلا بكم. اليوم كنا مع المعاشير والمداني وكذلك الزمول، ومن هنا نستعرض أهم وأبرز أشواط الفترة الصباحية وكذلك أشواط الفترة المسائية. فأهلا وسهلا بكم مجددا، كما يسرني أن أرحب أيضا بضيوفي في الاستديو، بداية مع الخبير في هذا المجال مجال المزاين أخونا مبارك بن عبد الله بن ضابط الدوسري، وكذلك أحد المشاركين الأقوياء في هذا المهرجان دائما وأبدا. مرحبا عبد الله، مرحبا مسهلا، سعيد بتواجدك، وكذلك الترحيب بأخونا محمد بن زعل النعيمي، حياك الله وزعل، وايضا سعداء بتواجدك معنا. الله يجزاك، نقول لك الناموس. فانا يا مرحبا ومسهلا، وكذلك الترحيب باخونا سالم بن حليس العويسي، حياك الله يا سالم والناموس. يا مرحبا ومسهلا، وايضا نرحب بايضا الخبير في مجال المزاير اخونا رشدان بن عبيد المري، حياك الله يا رشدان. الله يرحب بك ابو ثامر. يا مرحبا ومسهلا. الله يرحب بك. ايضا الترحيب باخونا حمد بن محمد الراشدي، اسم معروف ايضا في هذا المجال، حياك الله ابو محمد والناموس. الله يرحبك على فضله وناموس الجميع يا ابو ثامر. يا مرحبا ومسهلا، وكذلك الترحيب باخونا وضيفنا الكريم سيف بن خلف بالحايمه الضالي، حياك الله يا سيف. الله يحييك ويبقيك ويطول عمرك. اقول لك الناموس وتستاهل الخير. الله يسلمك. يا مرحبا ومسهلا بالجميع. ايضا اذكركم مشاهدينا ومستمعينا الكرام بهاشتاج برنامجكم برنامج اندرسكور الأصايل على مواقع التواصل أو موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فأهلا بتواصلكم وترشيحاتكم دائما وأبدا. رشدان، شلون كان اليوم؟ شلون كانت المنافسة؟ شلون كانت المشاركة أيضا في أرضية الميدان؟ والله أول شيء مسي عليك وعلى أخواني الموجودين وعلى اللي خلف الشاشات، والمنافسة اليوم قوية، احنا كنا حاضرين عند البوابات ورشحنا، والله وشيء صدناه وشيء فات علينا. طيب وش اللي صدته؟ بعير، رشحت بعير ابو زعل ورشحت بعير بالحايمه، كلها الحمد لله. عندنا تحليل هناك قناه الباديه ومعي ربع ما شاء الله وغربته. يستاهلون، يستاهلون هذا. وعندي تهنئه ابو، تفضل. عندي تهنئه لهجنه الشحانيه، تفضل. بالمناسبه هني حضره صاحب السمو امير البلاد المفدى بمناسبة الفوز بست كؤوس وميداليات ذهبية في سباق اليوم من ثمان أشواط في كأس الخليج. نعم نعم، ونهنيهم إن شاء الله ونقولهم إلى إن شاء الله التقدم والأعلى. اللهم أمين، إلى الأمام دائما مع هذه المؤسسة العملاقة، مؤسسة الشحانية. والتهنئة لسيدي أمير البلاد حفظه الله ورعاه ولكل محبي هذا الشعار على هذا الإنجاز في كأس الخليج، ونتمنى التوفيق دائما وأبدا لجميع المشاركين في هذا المهرجان الكبير. أرجع إلى أشواط الفترة الصباحية، أشواط أبناء القبائل مع المعاشير ومع مهيبة صاحبة المركز الأول في هذا الشوط، عرض مميز لها بالرغم أيضا من وجود ترشيحات وأسماء رشحت لانتزاع المركز الأول، ولكن كانت مهيبة مهيبة في مسار هذا الشوط واستطاعت أن تنتزع القلعة الفضية بجدارة، ومع مالكها راشد بن محمد بن صالح الراشدي. ونقول لك يا أبو محمد الناموس، وكذلك الناموس لأخونا حمد بن محمد بن صالح الراشدي. الناموس مرة ثانية يا أبو حمد. حق لك خير يا أبو ثامر وطول عمرك، هذا ناموس الجميع. أكيد ناموس الجميع. عرض مميز لمهيبة في مسار هذا الشوط، كيف رأيت المنافسة أيضا المشاركين مع مهيبة في مسار الشوط؟ والله الحمد لله، اليوم من بداية الشوط من أول ما جينا الصباح دخلنا مهيبة ومعها العمالة اللي جات ثالث بعد، وكنت الحمد لله كانت منافسة قوية في هذا الشوط، مشاركين من أقوى المشاركين في هذا الشوط، والحمد لله أخذته مهيبة ولا خيبة الظن. نعم طبعا، هذه مهيبة رقم 11 أمامكم على الشاشة، هي من استطاعت أن تنتزع المركز الأول في صباح هذا اليوم. كنت متوقع الفوز بالمركز الأول؟ والله يا أبو ثامر متوقع الفوز، وبعدين البل هذه لها ماضي، يعني ما جابتها من فراغ، وهذا الحمد لله معودتنا دائما ومجملتنا في كل ميدان بالنواميس جميع إن شاء الله. الناموس والسامع. طيب إنجازاتها فيما مضى؟ مهيبة أول مشاركة لها في الفردي،
في الفردي كانت ايه شاركة الجمل في الجمل طال عمرك في رصيدها 12 سيارة في الجمل ما شاء الله تبارك الرحمن. وسيف؟ نعم سيف سيدي سمو الأمير ما شاء الله. ما شاركت فردية نهائيا؟ لا ما قد شاركت فردية لا هي حقة ولا لقية ولا لا 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 هذه مش راية ثنية طال عمرك ودائما تشارك في أشواط الجمل. ايه لما شاركت ثنية ما كان لها إنجازات سابقة؟ لا لا كانت في الريس. نعم كانت في الريس ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه صورة مهيبة صاحبة المركز الأول وصاحبة القلعة الفضية لشوط المعاشير أشواط أبناء القبائل الناموس. مرة ثانية أخونا راشد بن محمد بن صالح الراشدي وكذلك أخونا حمد بن محمد الراشدي على هذا الإنجاز. ثاني الأشواط شوط المداني أشواط الفترة الصباحية كنا على موعد مع الوجبة صاحبة القلعة الفضية وأيضا المملوكة للسيد راشد بن محمد بن صالح الراشدي. ونقول لك الناموس مرة ثانية يا أبو محمد على هذا الإنجاز وعلى هذا العرض المميز في أشواط الفترة الصباحية. أيضا أخونا حمد بن محمد نقول لك الناموس مرة ثانية عزبة معروفة وأيضا إنجازات صاحبة إنجازات هذه العزبة. ومن هذه الإنجازات ما رأيناه اليوم على أرض الواقع شوطين شوط المعاشير وكذلك شوط المداني في أشواط الفترة الصباحية. أيضا الوجبة رقم 28 قدمت عرض مميز في صباح هذا اليوم وانتزعت المركز الأول القلعة الفضية. إذن رمزين اليوم لكم نقول الناموس كيف كان شوط الوجبة؟ الحمد لله هذا فضل من الله واليوم الشوط قوي بعد أيضا الشوط المداني كان لا يقل أهمية من شوط المعاشير والحمد لله الوجبة ما خيبت الظن وخذنا الرمز الحمد لله الرمز الثاني ما شاء الله خذنا احنا اليوم في الشوط المعاشير الاول وثالث وفي الشوط المداني الاول وثالث ما شاء الله تبارك الرحمن الاول وثالث والاول وثالث مشريه نعم. بعد الوجبه نعم مشريه نعم مشريه وش سنها لما شرتوها مشريه ثنيه بعد ما شاركت مفروض لا مشاركه في اشواط فردي ما شاركت كلها في الجمل لا كلها في الجمل اول مره تشارك فردي اول مره تشارك في الجمل دائما كانت تشارك عندنا في شوط الجمل سواء هنا او في الامارات ما شاء الله تبارك الرحمن الله يبارك فيها يا رب الله يبارك فيها. توقعت الفوز اليوم والله بالنسبه للوجبه توقعت بعد ما تم الفرز انها راح تاخذ المركز الاول ولا بين الاول والثاني والثالث؟ لا انا شفت اول ما دخلنا اعرف انها هي ان شاء الله ما راح تظهر من اول ما دخلنا الصباح انها ما راح تظهر من المثلث الذهبي من المثلث الذهبي فلما صار التحكيم عرفت ان شاء الله انها هي الاول لما صار التحكيم عرفت انها الاول لعرضها المميز في صباح هذا اليوم. نقول لك الناموس مره ثانيه يا ابو محمد وكذلك الناموس لاخونا راشد ابن محمد بن صالح الراشدي على حصول مهيبه والوجبه على رمزين في الفتره الصباحيه في شوط المعاشير وكذلك شوط المداني وهذا هم يزعفرون الوجبه على هذا الانجاز. نقول لكم الناموس مره ثانيه يا ابو استاذك خير لكم مشاركات قادمه ان شاء الله في وين بكره ان شاء الله في شوط الحيل وبعد بكره ان شاء الله في شوط الخلفات شوط الحيل وشوط الخلفات هذه هي الوجبه صاحبه القلعه الفضيه الناموس مره ثانيه. هذا فيما يخص اشواط المعاشير والمداني مشاهدينا ومستمعينا الكرام. بقى عندنا شوط الزمول من اشواط الفتره الصباحية لأبناء القبائل وأشداد الفضي راح نشوف من خذا أو من حصل على هذا الرمز ولكن بعد هذا الفاصل. مرحبا يا حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل لنذهب معا لآخر أشواط الفترة الصباحية شوط أشداد الفضي شوط الزمول لأبناء القبائل ومع الواعي من استطاع أن ينتزع هذا الرمز في الفترة الصباحية ومع مالكة خلف بن سيف بن حايمة
الظاهري سيف نقول لك الناموس، وكذلك الناموس للسيد خلف ابن سيف، ونقول لك الناموس على هذا الإنجاز في الفترة الصباحية. تستاهل خير، الله يطول عمرك، وهذا من توفيق من الله، فضل الله، حققنا المركز الأول للسنة الثالثة على التوالي. ما شاء الله، السنة الثالثة على التوالي. على التوالي الهاتر. ما شاء الله تبارك الرحمن، هاترك يعني. نعم ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يبارك لكم في الواعي. آمين. إنجازاته الواعي ثلاث سيارات في قطار، وسوحان كذلك. سوحان ثلاث سيارات في قطار، وثلاث سيارات، وثلاث سيارات في قطار. نعم. رقم الواعي 39 إلى الآن ما طلع لكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام على الشاشة، ولكن هذه جولة على المشاركين مع الواعي، يقول الله يبارك فيها الحلال. ولكن الواعي فرض نفسه في صباح هذا اليوم واستطاع أن ينتزع المركز الأول. سلالته أبوه واعي تميم، وأمه بنت شاهين بغدير. أبوه واعي الأمير تميم، هجن الشحانية موجود، واعي هجن الشحانية. أيوة. وأمه بنت شاهين بغدير. أبوه المملوك هجن الشحانية موجود. الواعي الواعي. نعم. الواعي نعم. أمه من هي؟ بنت شاهين بغدير. بنت شاهين. شلون كانت المنافسة اليوم؟ والله المنافسة قوية، والزملاء اللي داخلين في الشوط ما يستهان بها، والحمد لله حقق المركز الأول وتروى سلام. توقعتوا اليوم أن يأخذ المركز الأول؟ والله في اليوم صعب التوقعات. اليوم صعب التوقعات. نعم. بالرغم من حصوله على. نعم شوط كان قوي، شوط قوي، والمشاركين بعد أقوياء قوى وما يستهانون بهم، لكن الحمد لله يملنا الواعي وخذ المركز الأول. الحمد لله رب العالمين، هذا فضل الله، هذا فضل الله والحمد لله. يقولون بهذلكم الزعبي اليوم في إعلان النتائج. لا الحمد لله، اليوم ابن بريك اللي على النتائج. نعم. وما قصر بعد ابن بريك. لا بس عاد ابن بريك اهدى شوي، حالات اهدى من الزعبي. نعم هذه حالات المزاين، هذه حالات المزاين، ونقول فالكم التوفيق وتستاهلون عرض خير. الواعي وناموسه ايضا رشحته اكيد يا ابو عبد الله. امس رشحته عندك نعم. فتره المسائيه، وانا اقول لك رشحته امس فعلا، ذكر ابو عبد الله الواعي انه راح يكون مشارك ورشحه بناء على إنجازاته، واستطاع فعلا الواعي أن يحصل على المركز الأول. هذا هو محمد بن بريك، وهذه فرحة الناموس. ومحمد بن بريك نقول لك بيض الله وجهك، ما قصرت أيضا على هذا العطاء في مهرجان قطر 12 للأصايل، وهذا هو شداد الذهبي أو الفضي عفوا، شداد الواعي. طيب عطونا صورة الواعي، خلونا نشوف الصورة. هذه صورة الواعي 39 الحاصل على اشتاد الفضي في صباح هذا اليوم في آخر أشواط الفترة الصباحية، شوط الزمول لأبناء القبائل. فله التوفيق والناموس مرة ثانية للسيد خلف بن سيف بن الحايم الظاهري، وكذلك أخونا سيف بن خلف. تستاهل الخير. عطونا نتائج الفترة الصباحية، ثلاث أشواط، وأهم الأسماء الحاصلة على المراكز الأولى في هذه الأشواط. الناموس مرة ثانية لجميع الفائزين، يستاهلون هذا الإنجاز في أشواط أبناء القبائل. أنا بالأمس أخوي أبو عبد الله بيشارك، فأقول أنت ما حققت اليوم شيء، كان ما يصير مقدم البرنامج ما تعرف أنا فائز. قلت والله يا أبو عبد الله من ضغط الشغل شوي، فنقول لك الناموس يا أبو عبد الله. تستاهل خير. سراب قدمت إنجاز اليوم مميز. نعم. في مسار الشوط فازت اليوم إن شاء الله، وبارك حق جميع الأخوان اللي فازوا، يستاهلون. محمد الراشدي وبالحايمه وبن دايل وعبد الله بن احمد بطوار، كلهم تستاهلون الناموس جميعا. تستاهلون ان شاء الله النواميس دائما ان شاء بإذن الله. الله باذن الله. اذا شوط او اشواط الفتره المسائيه، اشواط الشيوخ، اول هذه الاشواط كنا على موعد مع سرابه المملوك للسيد مبارك بن عبد الله بن ضابط الدوسري، هي من استطاعت ان تنتزع المركز الاول وتحصل على القلعه الذهبيه. الناموس مره ثانيه ابو عبد الله، فعلا عرض مميز لسرابة. كذلك ذكرت بالأمس هذه المشاركة وقلت إن شاء الله راح أكون منافس قوي، حصلت على القلعة الذهبية. تستاهل خير أبو ثامر. طبعا سرابة شاركت بها اليوم في شوط المعاشير، وكانت المنافسة قوية والله بين الإخوان، جميع الإخوان مشاركين. بس أمس يعني كنت تكلم ثقة، نعم أنا مشاركه بقوة، كأنك متأكد أن سرابة حاصلة على المركز الأول، لي قوة سرابة؟ والله سرابة شف لها مشاركات في الجمل، شاركت سنتين على السيف العام والعام الماضي،
ولها مشاركات في البيرق في الظفرة والإنجازات طيبة الحمد لله، وطلعت اليوم وفازت اليوم في شوط المعاشير. ما شاء الله تبارك الرحمن. هي وسلالتها يا بنت سراب الشيبة وأمها بنت صوغان. بنت سراب الشيبة، نعم، وأمها بنت صوغان. بنت صوغان إنجازاتها مثل ما ذكرت، إنجازاتها مشاركة في السيف العام والعام الماضي، حاصل على سيف قطر في السيف العام والعام الماضي. ما لها أي مشاركات فردية؟ لا فردية مشاركات، وشارك في البيرق في الظفرة في الخمسين. نعم. طبعا رقم سراب 11 هي صاحبة المركز الأول في الفترة المسائية، وأيضا صاحبة المركز الأول في الفترة الصباحية مهيبة، وأيضا رقمها 11، وهذه هي سرابة صاحبة المركز الأول وصاحبة القلعة الذهبية في شوط المعاشير. ونقول بيض الله وجيكم ويض الله وجيك أبو عبد الله على هذا الإنجاز لسرابة، قدمت عرض مميز. مع أنك بالأمس كنت راح أشارك في الفترة الصباحية. شاركت في الفترة الصباحية وأخذت أرقام، رقمت الفترة الصباحية. نعم نعم نعم. والفترة المسائية حصلت على الأول والثالث. الأول والثالث؟ نعم، الأول الشوط؟ الأول والثالث والسابع والعاشر، أربع مراكز ما شاء الله، يعني أربع أرقام من عشرة. عشرة من ضمنها المركز الأول. نعم ما شاء الله تبارك الرحمن. فالكنا موس دائما وأبدا أبو عبد الله، وعرض مميز لسرابة في هذا الشوط، شوط القلعة الذهبية. وهذا هو أثناء إعلان النتائج والتهنية لأخونا مبارك بن عبد الله بن ضابط الدوسري. يستاهل أبو عبد الله هذا الإنجاز. أذهب ولا أعطوني صورة سرابة بصورة تكون أوضح. هذه هي سرابة رقم 11، ما شاء الله تبارك الرحمن، وفالك التوفيق دائما وأبدا يا أبو عبد الله. فأنا فالك. حلو. طيب أعطونا، عندنا فاصل ولا نأخذ الشوط الثاني؟ طيب الشوط الثاني الفترة الصباحية، الشوط المداني ومع القلعة الذهبية ومع سلطانة. سلطانة رقم 30 تسلطت على مسار هذا الشوط، انتزعت المركز الأول بقوة، ومع مالكها أخونا عبد الله بن أحمد بن خليفة بن طوار الكواري. عطونا تغرير سلطانة. قال يا الحق هلق حيدي فسالة عندنا اليوم الحمد لله الشيخة سلطانة فازت وخذت المركز الأول والقلعة الذهبية. سلطانة تعود سلالتها إلى مصيحان وأمها بنت شاهين، والحمد لله لها العديد من الإنجازات في عديد من السيارات، حوالي 16 أو 17 سيارة، منها في الجمل، منها في الست، منها في الفردي، واليوم الحمد لله تجملت وخذت القلعة الذهبية والسيارة. ناموس تهديه لمن؟ نهديه لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى نائب سمو الأمير الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، وإلى الشعب القطري كافة والخليجي. كلمة تحب تضيفها؟ نشكركم على التواجد والحضور والتعب، وبيض الله وجيهكم. تهانينا للسيد عبد الله بن احمد بن خليفه بن طوار الكواري على هذا الانجاز مع سلطانه في مسار هذا الشوط، اشواط الفتره المسائيه.
ابو عبد الله ورشدان يقول انت تقول اشواط الفتره الصبح، يقول طيب صلحوا لي، قال نصلح لك احنا على الهواء، ما فيها شيء، صلحوا لي احنا على الهواء، ايش المشكله؟ طيب السيد عبد الله بن احمد بن خليفه المطوار الكواري هو مالك سلطانه رقم 30 والحاصل على المركز الاول في شوط الميداني ومع القلعه الذهبيه، نقول لهم الناموس مره ثانيه على هذا الانجاز وهذا العرض ايضا المميز في مسار هذا الشوط. سالم نقول لك الناموس مره ثانيه. خير من الله. عرض مميز لسلطانة بنت أم صيحان. نعم. وأمها بنت شاهين. نعم. شلون كانت المنافسة في مسار الشوط؟ والله منافسة قوية طال عمرك، الحلال ما هو بسيط للداخل. توقعت الفوز اليوم؟ والله المنافسة هذه ما فيها، ما هو بركب. صحيح. المزاين هذه. نعم مزاين. غير الحمد لله الناقة طيبة ولها مشاركات من قبل. قدمت عرض مميز في مسار الحمد لله اليوم. الحمد لله. وكان لها إنجازات، لها إنجازات سابقة. نعم. هي. فازت الحول مرة. في الحول مرة. ايوه يا ثاني العام في الحول بعد ما شاء الله المركز الثاني في الاصايل في مهرجان الاصايل. نعم مهرجان لها انجازات سابقه. حلو. وقاعد الثاني الثالث في العشائر هم مهرجان السلطان بن زايد في الامارات العام، والسنه الحمد لله حققت المركز ما شاء الله تبارك الرحمن. فالكم الناموس دائما يعني ما تطلع من المثلث الذهبي. هي اكثر مشاركة في القمل بس النار. الحمد لله يوم تطلع ما تقصر ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه هي سلطانه على الشاشه امامكم مشاهدينا الكرام، صاحبه القلعه الذهبيه في شوط الميداني ومع مالكها السيد عبد الله بن احمد بن خليفه بن طوار الكواري، ونقول لها الناموس مره ثانيه على هذا الانجاز والحصول على القلعه الذهبيه. تفضل. هل الاشواط امس من اليوم ورايح كان مرتاحين، اقول فكوا عليهم بعض زياده تخابر ذي والراجل فكوا الجمل ما عاد خلى لهم شيء فصار الموضوع في منافسه. اي الربع كان مرتاحين. طيب عندنا فاصل مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وبعد الفاصل نستكمل ما تبقى معنا من اشواط. مرحبا يا اهل العادات والطيب. مرحبا يا اهل العادات قال يا الحق هل قعدي فسالي. مرحبا يا اهل العادات والطيب. مرحبا يا اهل العادات والطيب. حياكم الله مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، وتبقى معنا آخر أشواط الفترة المسائية. شو الفترة الصباحية؟ مسائية. الفترة المسائية الشوط الثالث، شوط الزمول وشداد الذهبي ومع مياس رقم 37 ومع مالكة محمد بن زعل بن سيف النعيمي، هو من استطاع أن ينتزع المركز الأول بجدارة في أقوى أشواط الفترة المسائية، شوط الذهب شوط شداد الذهبي. أبو زعل الناموس مرة ثانية. مساء الخير وعافية. مياس قدم عرض مميز في مسار هذا الشوط بالرغم من تواجد أسماء أيضا في مسار الشوط نفسه، ولكن كان هو صاحب الكلمة الأخيرة. مياس طال عمرك، هذا ولد مياس الشيبة وأمه بنت شاهين الكليلي. ولد مياس الشيبة. أي نعم، أمه بنت شاهين الكليلي. أمه بنت شاهين الكليلي. والعام الماضي بعد أخذها هو شتاد الذهبي. ما شاء الله تبارك الرحمن. نعم. العام الماضي هو صاحب شتاد أيضا. أي نعم، وحاصل على 4 شدة في مزاينات الداخلية هنا. ما شاء الله فرعية. أي نعم، وماخذ أرقام تقدمها في الإمارات. هذا هو رقم 37. أي نعم، والبعير كان يركض عندي وقد حصل على مركز الثالث في الشوط الرئيسي الشيوخ. ما شاء الله. أيه. هذه فرحة الناموس. انت جركض اظني بعد. وانت جركض. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يبارك لكم. الله يجزاك خير. الله يبارك لكم فيه. شلون كانت المنافسة اليوم؟ والله يوم جبت البعير ضمنت انه الاول. فارق عن الحلال. نعم. الموجود. وكل العرب اللي موجودين والله لا يعرفوني ولا شيء، قالوا البعير ذا هو راعي المركز. رشحوه. اي نعم. ما شاء الله. ومنها اخونا بن رشدان. ما شاء الله بن رشدان صاحب خبرة في المجال ابو عبيد. وبيض له وجهه ولا بسمع له. من يوم يظهر البعير يقول يا جماعه اللي يبغى البعير يضرب. بيض الله وجهه. بيض الله وجهه ويبشر بالخير. طيب غريب عليه. جعل عمره طويل وزعل. وبيض الله وجهه ويستاهل هذا الناموس. ويستاهل الزعفران على مياس صاحب الانجازات. يعني انا اتوقع ان لما يجي مشارك ويشوف الترشيحات كلها معه واحنا نرشح بعيرك، وفي نفس الوقت اللجنه ايضا تعطي التقييمات ويحتل المركز الاول، تكون راحه نفسيه، لكن راحه نفسيه هي بترشيحات الجمهور، ولا لا يا ابو عبد الله؟ صحيح. عامل
صحيح بدأت مع المالك. نعم صحيح، هذا يعطي دافع، والجمهور بعد مثل ما تقول محكم وصاحب نظرة، يعني الجمهور لما يعطي تطابق مع اللجنة، هاي شيء طيب أكيد بلا شك، لأنه أصلاً ما يجي في المهرجانات هذه إلا محب لهذا الصنف وكذلك للمزاين، ودائما ما نقول إن في توافق بين آراء الجمهور واللجنة، بالرغم إن اللجنة منفصلة تماما عن الجمهور، ما لها علاقة في الجمهور، ولكن آراءها تطلع مطابقة لنظرة أغلبية الجمهور بالنسبة ويرتاحون الناس إذا طابقت الآراء. أكيد والله يرتاحون، أكيد، لأنه يعتبر أنها فعلا في ثقة في اللجنة، صح، والآراء كانت متطابقة بناء على النظرة الواحدة. أبو ثامر، في ناس محايدين، يعني لو هب قريب منك ولا شيء، ناس من برا يرشح، يجي حاضر عند البوابات، والله يرشحون الترشيح نفس الكلام. نعم، مثل ما قال ابو زعل، يقول في ناس اليوم والله ما اعرفهم ورشحوا مياس وخذ المركز الاول، تستاهل والله، تستاهل الناموس. اذا مشاهدينا الكرام، هذا فيما يخص اشواط الفتره المسائيه، هناك ايضا تتويج بعد انتهاء هذه الاشواط، ولكن نستعرض اولا هذه القائمه باسماء الهجن الحاصله على المراكز الاولى في اشواط الفتره المسائيه. تهانينا والناموس لجميع الفائزين، مع تمنياتنا دائما وابدا بالتوفيق لمن لم يحالفهم الحظ. ايضا بعد انتهاء هذه الاشواط، سواء كانت اشواط الفتره الصباحيه او اشواط الفتره المسائيه، تم تتويج الفائزين بهذه الاشواط مع السيد عبد الله بن محمد الكواري، رئيس مهرجان قطر 12 للاصايل، تكريما لما قدموه على أرضية الميدان وحصولهم على المراكز الأولى. هذا هم أصحاب النواميس تسلمون القلعة الفضية. طبعا هذا هو التتويج حق أمس واليوم، رائق قندهار أيضا اللي رشحوها الأخوان هنا في الاستديو، وهي من استطاعت أن تنتزع المركز صحيح. الأول هذا يماني، سعيد يماني، هذا يماني راعي الشبلة، شبلة الخليج، هذا غريب بن سعيد، هذا أخوه غريب، نعم هذا غريب، نعم. والمالكها يماني، مالك الشبلة يماني، نعم، فالهم الناموس دائما وابدا. أخونا عبد الله، هذا استلمت انا نيابه عن معالي علي بن سالم الكعبي، الخليج الهادر. نعم، الخليج الهادر، بيض الله وجهك ابو عبد الله، ونقول له الناموس معالي علي بن سعيد الكعبي. وهذا علي محمد، الشاعر والإعلامي علي بن محمد بن السلام فوز مياس، ونقول لهم الناموس، وأيضا أخونا مسفر ابن محمد، ونقول لهم الناموس على هذا الإنجاز وعلى ما قدموه أيضا في قضية الميدان، يستهلون القلعة الذهبية مع من هم؟ من كانت؟ مياسة أيضا كان على مياسة ترشيحات، هذا بن دغام قوية، وهذا هو أيضا بن دغام استلم عن على المركز الأول، راعي بلبل المنصوري، نقول هو بن دغام منصوري، لا هذا بن دغام اللي يستلم عنه، هذا راشد بن ناصر بن دغام، راعي الشميمي الحاصل على شداد الذهبي بالأمس، هذا ولده ناصر، نقول فالهم التوفيق أكيد. هو ناصر يقول هو المالك، أي هو المالك يستاهلون هذا الإنجاز، والشكر أيضا أخو راشد محمد، جميع القائمين على هذه اللجان الحقيقة على ما قدموا في أرضية الميدان. هذا أيضا أخونا حمد بن محمد الراشدي، استلام الرمزين، أخونا راشد شوط الميدان والمعاشير، واستلام رمزين القلعة الفضية لمهيبة، وكذلك القلعة الفضية للوجبة في أشواط المعاشير والمداني، ونقول لك الناموس مرة ثانية أبو محمد، حق لك خير وعافية أبو دامر، تستهلون هذا العرض المميز في أشواط الفترة الصباحية لأبناء القبائل. قلعتين ما شاء الله تبارك الرحمن. نعم ما شاء الله هذا بن هذا خلف، هذا طبعا خلف، نعم ابو سيف الحامي الظاهري، يستلم رمز الواعي اشتاد الفضي شوط الزمول، ونقول فاله الناموس دائما وابدا، جزاك الله خير. هذا اخونا مبارك بن عبد الله يستلم
القلعة الذهبية لسرابة رقم 11، ونقول لك الناموس مرة ثانية أبو عبد الله. مساء الخير، الله يسلمك طال عمرك. عمرك. كذلك رمز سلطانة القلعة الذهبية رقم 30، ومع السيد عبد الله بن أحمد بن خليفة بن طوار الكواري وأبناء الكرام جاسم بن محمد وعبد العزيز بن عيسى، يستهلون هذا العرض المميز لسلطانة صاحبة الإنجازات في شوط المداني الفترة المسائية القلعة الذهبية. وأخيرا بقى معنا شوط الزمول مياس رقم 37 صاحب الإنجازات، ومع محمد بن زعل بن سيف النعيمي ومع أخوانه الكرام، وهذه الفرحة بالناموس ناموس شداد الذهبي. ونقول ألف مبروك للجميع، وفالهم التوفيق اللي ما حالفهم الحظ في صباح هذا اليوم وكذلك مساء هذا اليوم. خلونا نشوف أشواط الغد حيل وعشائر الفترة الصباحية وكذلك الفترة المسائية. إذن غدا سوف نكون على موعد مع أشواط الحيل والعشائر لأبناء القبائل والقلعة الفضية، وكذلك التلاد أيضا له نصيب الأسد في هذا المهرجان مع الحيل والعشائر وكذلك القلعة الفضية. ورشدان يقول بكرة منافسة قوية، عطونا أشواط الفترة المسائية. بكرة مشاركات الفترة الصباحية هذه القلعة الذهبية أيضا حيل وعشائر وكذلك التلاد. أنا قابلت يقول مشارك بكرة وعشائر الفترة المسائية. إذن غدا هي أشواط، أربعة أشواط، الفترة الصباحية وكذلك الفترة المسائية. شو تقول أبو عبد الله؟ بكرة مشاركات البكرة سلمك الله يودة والعاصمة في الفترة الصباحية. العاصمة مملوكة المبارك. مملوكة لي طبعا. بس عطني الأسماء. يودة. يودة نعم. أيوة. والعاصمة. والعاصمة هذه المن مملوكة؟ لي أنا العاصمة. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه أبرز نكتين بكرة مشاركات في الشوط. بالنسبة لك يا أبو عبد الله. نعم. شوط مفتوح. نعم. أي شوط بتشارك فيه؟ شوط المفتوح. الفترة الصباحية. في تلاد وفي مفتوح. وفي شوط التلاد عاد اللي بيدخل في التلاد فيه، في عندك بكار بالكويت ثنتين، عنده فيها الصقر، عندهم ناقة العاصمة، فيه الغربية، فيها سمحة الخليج. سمحة الخليج من سلطنة عمان. من سلطنة عمان. نعم. نعم. فيها سمحة الخليج كان لها إنجاز هنا. ما شاركت العام الماضي، ما شاركت. أول العام يمكن شاركت لها. نعم. مشاركات. فيها عاد شوف اللي بيروح الفترة الصباحية واللي بيروح الفترة المسائية. طيب. يمكن في حين ما تذكرنا أشواط التلاد، لكن أشواط التلاد قوية ما يستهان فيها. ما يستهان فيها. الحذرة أشواط... الحذرة ناقة حمدان. الحذرة نعم ناقة. هذه ناقة بكرة بتشكل خطر على أهل التلاد. الحذرة. الحذرة نعم. ناقة بن عيد. منصور بن عيد. منصوري. منصوري نعم. بتشارك في أشواط الفترة الصباحية. التلاد. نعم. التلاد بكرة. طيب في ترشيحات؟ والله الترشيحات بكرة صعبة. ليش؟ صعبة بكرة. معارك طاحنة بكرة. بكرة معارك طاحنة وصعب الترشيحات. بكرة أشواط الحيل، أشواط الحيل قوية كلها. وفي أشواط الفترة المسائية كلها قوية. عندك من نخبة الخليج بكرة بتشارك. عندك مياسة المملوكة لراشد بن محمد الراشدي بكرة بتشارك. احنا عزبتنا بس تملك بكرة حول 7 أو 8 حيل من أقوى الحيل لهن إنجازات في السيارات في جميع دول مجلس التعاون. بتشارك بكرة. بكرة كلها بتشارك فردي. نعم. وبكرة أبو عبد الله عندك يودة والعاصمة. يودة والعاصمة. لا يودة مالك هلال. لا يودة الظاهري. يودة مبلك. لا يودة حق هلال. أنا لا أنت عندك العاصمة. نعم أنا نعم. العاصمة. العاصمة بتشارك الشوط المفتوح بكرة. نعم في الفترة المسائية على ما أظن بتشارك الظفرة مملوكة الهادي بن سليمان، بتشارك الذيبة لعلي بن هياي، يمكن تشارك والله ما أعرف من الإخوان اللي بيشاركون يمكن مياسة. الظفرة والذيبة. نعم. هذه بكرة. الفترة المسائية الظفرة والذيبة والغزية ناقة بن خيرة. والغزي نقت السلطان بن حنتوت سلطان. طيب مياسه نقت راشد محمد الراشدي. طيب يعني فيه بالبكرة بكره فيه بال مساء انت. طيب لو قلت ابي لي 5 اسماء ما يطلع منها الرمز بكره، 5 اسماء. سالم عندي يعني. اي شوط المفتوح صبح ولا شوطين؟ في شوط صبح شوط عصر. ما ادري متى بيشون ذولا. في شرايا وفي تلات. طيب عطني شوط الشراية، من ترشح 5 أسماء؟ 5 أسماء توقعها أنت أنها تنافس. لا خلك في مثلها. خلك في مثلها تقول 5. لا أبي 5. خلك في مثلها. لا 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 بعطي مجال بس أبي 5. لا 5 ما يمشي. أي طيب أعطي مثلث. يلا مثلث بين يودة. يودة والعاصمة. والعاصمة وهيلة. وهيلة وهيلة إيه بتشارك وهيلة؟
هذا الشوط المفتوح اذا شاركت الشوط المفتوح العاصمه المبارك عبد الله مبارك يودا هلال بن سعيد الظهري هلال وهيلة علي بن سالم بن هياي منصور علي بن سالم بن هياي اسم دائما ما يكون له حضوره وكذلك مبارك مع عبد الله وكذلك وعاد في حلال عند بالنص عند رايد بالنص المنصوري ابن النص موجود بيشارك نعم. بكره نعم الله بيشارك طيب بالنسبه لسالم اعطاني ثلاثه اسماء بكره في الشوط المفتوح للحيل والعشائر يودا والعاصمه المملوكه للسيد مبارك بن عبد الله بن ضابط وكذلك وهيله المملوكه للسيد علي بن سالم بن هياي ابو زعل ازيد عليهم ثنتين تزيد عليهم ثنتين بيض الله وجهك كلهم وجهك ابيض الحذره ومياسه الرواس الحذره بالصباح الحذره بتروح تلاد لا هذه وحده تلاد وحده العصر الحذره ومياسه عند الربع الحذره ومياسه تلاد نعم الحذرة ومياسة عند الراشدي الحذرة بتروح ثلاث شوط ثلاث الحذرة هذا المطايا هو بتروح الشوط المفتوح الصباح بتروح ثلاث اكيد نعم هي ما يحتاج طيب مياسة بتروح العصر وناقد بن عيد بتروح العصر في الثلاث سالم ولا تهم بس اذا عندنا يودا والعاصمة وهيلة والحذرة ومياسة الحذرة يقولون او يقولوا ابو عبد الله راح تروح للثلاث طيب هذه هي اسماء بالنسبة لابو زعل وكذلك لسالم ابو عبد الله بالنسبة للمثلث المثلث رشداني بيعطيني بعد المثلث هذا المثلث والشوط الذهبي هذا المثلث هذا ما هذا أصعب الأشواط وعندك الفترة المسائية لحظة يعني أنت تقول نفس ترشيحات يودا والعاصمة وهيلة هي اللي راح تنافس ما أدري ما أدري من اللي بيدخل هو أنا أقول لك أنا أقول لك هاي الثلاثة اللي الحين نعرف لكن الفترة المسائية عندك الظفرة عندك أبي ثلاثة ثلاثة بعطيك ثلاثة أسماء الظفرة الظفرة مياسة مياسة الراشدي الراشدي والذيبة نقت من هياي الذيبة نعم الغزي نقت من حنتوت الحين ثلاث عطتني أربعة لا بعطيك أربعة الغزي طيب عطني بعد واحدة بعد إذا تبي ما عندي مشاكل نعم طيب إذن الضفرة ومياسة والذيبة صعبة باكر نعم أكل كبيرة صعبة باكر مهم بسيط وش ماني هذا اللي صعب بكره؟ صحيح انا مملوك الناصر بن خير الخيلي صحيحه؟ نعم طيب انت ما رشحت في الثلاث لا الحسن الحين تتكلمون صباح عن الصباح الحين قلبتوا لنا الحسن طيب المساء انت تضيف عليها مصيحه المساء نعم ونقول في المثلث الذهبي في المثلث اللي هي مصيحه نعم بارك سالم يقول مصيحه الذهبي حمد ارصاد ارصاد ها؟ ارصاد موجوده بعد موجوده ارصاد قويه ما اخذ الاول في الشوحه طيب خليك معي الترشيحات او التوقعات للشوط الأول المفتوح بكرة يودا والعاصمة وهي لو ضاف عليها محمد بن زعل الحذرة ومياسة تكون منافسة قوية على القلعة الذهبية بشوط الحيل والعشائر أشواط الفترة المسائية شوط المفتوح الظفرة ومياسة والذيبة وغزيل هذا بالنسبة لمبارك بن عبد الله بن ضابط الدوستي رشح حد الأسماء الأربعة هذه لانتزاع القلعة الذهبية كذلك ضاف عليهم سالم أم صيحة وأنا أحس أن من كلام سالم يعطي إشارة على مصيحة صاحبة المركز الأول أنت الشوط الأول مفتوح فترة الصباحية الصباحية الثلاثة الأول اللي قال لك سالم أنا معه يودا والعاصمة وهيلة نعم ما في غيرهم لا زين والفترة المسائية في أرصاد المناهيل ما أدري وين دش الصباح ولا يعني ترشحها أرصاد يضيفها نعم أرصاد المناهيل طيب الفترة المسائية الفترة المسائية مع مبارك بن عبد الله لا تقولي مع مبارك بن عبد الله ما سويت شيء الحين لا والله صدق الثلاثة اللي هو قال ما بقى قوة طيب نعم. هو قال الظفرة ومياسة وغزيل وشاهينية هذه لا انا الذيبه الذيبه انا قلت لك الذيبه ذيبه من هياي وغزيل والشاهنيه ما شاهنيه ما اقول ما اقول هديه الشاهنيه ونعم لكن ما الحين انت خلطتوا تلاد مع الشرايح لا لا الشرايح في اشواط في الحذره بتروح تلاد الحذره بتروح تلاد الحذره هي الوحيده اللي قالها بتروح تلاد احنا كتبنا عندها انها بتروح الشاهنيه نتكلم عن الترشيح بتروح تلاد طيب ابو محمد ضيف اسم بعد عندك اضيف اسم طرابلس طرابلس اي شوط ما صبح. ادري الظاهر يمكن صباح صباح مفتوح بس ما مش متاكد انا منها هي صباح ولا عصر طيب طرابلس ضافها حمد بن محمد لا بعد اذا طرت علي هواي نقت القحطاني نعم. هواي هواي نقت القحطاني نقت عبد علي محمد علي محمد عبد العزيز هوايل نعم راح تشارك بكره اي نعم هاي من مطايا لله بتشارك شوط الفتره الصباحيه ولا المسائيه
ما اعرف هذا شيء يرجع لهم هي وطرابلس ما نعرف عن وين بغاء. هم دائما اكثر مشاركاتهم مسائيه. مسي على اخوي عبد العزيز محمد القحطاني اكثر مشاركاتهم مسائيه. نقول بيض الله على اتصال هاتفي. الذهب يستاهل ان ضد طرابلس بس ما في غيرها وتأيد الاسماء الباقيه يودا والعاصمه وهيله. هي الاسامي حاليا ما ادري عاد اذا نسينا شيء منهن فاعذرون. المعروفات يعني. المعروفات على الساحه هذه الفرديات. أنا أضيف ندى المملوك للقصيلي. أضيف أي شوط؟ شوط التلاد. شوط التلاد. نعم. طبعا ما رشحنا للتلاد. نعم. إحنا رشحنا للمفتوح. لكن عطني شو اسمها؟ ندى المملوك ل. ندى. راشد القصيلي. الفترة الصباحية ولا المسائية؟ الله العالم. ممكن الصبح ولا المساء. طيب ندى بس ترشحنا تحصل على أحد الرموز بكرة. بتنافس في الثلاث. بتنافس في الثلاث. طيب الأشواط المفتوحة. إن شاء الله يودة. يودة. والعاصمة. والعاصمة والثالث والثلاث هذا يعني في الثلاث أما وهيلة ولا اللي بيدخلوا ياهم بس يودة والعاصمة كأنك حددت المركز الأول والثاني يودة والعاصمة. لا ما حددنا نحن وهيلة بتدش في الثلاث. لا يودة والعاصمة. أنت قلت لي يودة والعاصمة والثلاث يمكن تدش معهم وهيلة. لا 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 معناها المركز الأول بين يودة والعاصمة فقط. لا لا وهيلة وياهن والحلال بعد اللي ما شيء حلال بيدخلوا نعرفه الله العالم هلا وين بيدخلونه والحلال كله قوي. اذا انا لاحظت يعني ما شاء الله على سالم كل ترشيحاته الثلاث اللي رشحها للشوط المفتوح الاول الفتره الصباحيه ايدوها الاخوان كلهم راعي سلطانه بعد بالرغم أكيد من اضافه الحلال القوي ضافوا بعض الاسماء عليها ضافوا بعض الحلال القوي معروف زين الحلال القوي معروف يودا والعاصمه وهيلة بناء على التوقعات والترشيحات ما راح يطلع منهم الشوط بكره القلعه الفضيه ما راح تطلع من أكيد. الثلاث هذه بنسبه 95% بناء على الترشيحات من الاخوان الموجودين وفالهم التوفيق دائما وابدا. بس فيه بعد رباعيات الفتره المسائيه بعد سالم في رباعيات من العام ثنايا العام انتقلت نعم انتقلت الى السنه الحول السنه الحول. هذه نعم. طيب. وفي شيء منها تطور وما شفناه على الساحه حاليا يعني في الميزانيات يعني الفرعيه ما شفناه اكيد انه بتشارك يمكن يمكن بس طيب. صعب ان شاء الله ندخل في الحول بعد باكر في التلات ندخل محنة والهنجزات في الظفر حققت ثلاث سيارات فالك التوفيق والمزينات ويودها لهم الفرعيه بعد دخلنا فالكم التوفيق باذن الله يودا لهم يودا نعم لهم انا اقول قال يودا وبعدين العاصمه ايه يعني يودا صاحبه المركز الاول مملوك لهم لا 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 مش الحلال هذا كله حلال حلال ابو عبد الله وحلال علي بن سالم حلال ابو عبد الله وحلال ما في بكره في ناموس باسم من الناموس بكره الناموس ما مخشور ما هم خلط مع بعض لا سيف الله يطول عمره ابو خلف رشح يودا صاحبه المركز الاول بكره في الشوط المفتوح نحن نتمنى يودا والعاصمه والثالث يمكن وهيله فهو حدد المركز الاول والمركز الثاني والمركز الثالث بتكون وهيله رتبهم راعي يودا اللي معه اعطونا العود اعطونا العود اللي يروح معه ويجي معها هذا خاله خاله ما شاء الله عليكم ترشيحاتكم كلها لكم خلي حولنا رب ما يوصل مطالب عليك فالكم التوفيق طيب عطنا المعلومات هذه من اول يا اخوي الله يجزاك خير طيب الفتره المسائيه في ترشيحات ثلاثه او اربعه رشح ابو عبد الله وضاف عليها سالم بس احنا نبي حمد يحدد وين بتروح مياسه حمد طيب. متحفظ ساكت حمد قال العصر ما تعرف الفترة المسائية راح يحمد قال فترة توفيق ان شاء الله على ابو خليفة وانت بعد رشحت الفترة المسائية انا رشحته بس شفت حمد ساكت بس ما انتبهت له طيب الظفرة مياسة الذيبق زيل هذا الشوط المفتوح الفترة المسائية الترشيحات بتضيف ابو خلف المعروفات الظفرة هو والذيبق طيب من ترشح انا ما شاء الله عليك اشوفك جريء ترشيحات لا لا ما الثلاث هذه لا كل عن طيب الاول ابناء القبائل رشحت يودا اللي تملكونها رشح طيب الفتره المسائيه لا لا الحلال كله طيب والجماعه يستاهلون يستاهلون اكيد انهم يستاهلون فالهم الفوز بكره ممكن يحظى باي واحد ما تقدر تحدد لا تقول فلان ولا شوف الشوط الفتره المسائيه من اصعب الاشواط فيه الظفره وفيه مياسه وفيه الذيب انا قلت بن هياي وفي الغزيل في اربع اقوام ما يستاهل فيها في اشواط في طرابلس في هواي انت حط المقدمه بكره الظفره الذيب مياسه احتمال الثلاث
الظفرة الذيب مميزة. يعني ترشح الظفرة المركز الأول؟ هو لا ما الله باي باي. أنت غيرت الترتيب بالكامل. أعطاك إياه بالتسلسل يمكن. هن الثلاثة هني. إيه. طيب ما أنت رشح. غير. قول مياسة. صاحبة الظفرة. الذيب عشان ما تفيدك. كل هذه صاحبة المركز الأول. صاحبة المركز الأول الذيبة. يا السلام عليك. سالم يقول الذيبة هي صاحبة المركز الأول في شوط الذهب الفترة المسائية القلعة الذهبية مع الذيبة الشوط المفتوح. مملوك علي بن هياي منصوري. أنا أحب الترشيحات اللي على طول. فأنت بعد ذكرت يودة هي بتاخذ المركز الأول بكرة. هن حلال وعندها له. أنت الحين رشحت على الذهب. القلعة الفضية من يبي ياخذها بكرة؟ فترة صباحية. صباح ما أدري من هو بيشترك الصبح. أنت بتشترك يودة عندك؟ لا يودة الصباح صحيح. يعني ترشحها. إن شاء الله. المركز الأول. المركز الأول. سلام عليك. لي عوايد ترى. طبعا أكيد لها عوايد. كل الهجن المشارك بكرة. لا لا أنا ناقل لي عوايد الحين. كل الحين اللي مشارك بكرة لها عوايد. ما أخذت. العاصمة لها عوايد وهيلة لها عوايد. خمس. طرابلس لها عوايد. أربع سنوات ما أخذت لنا في الظفر. كم سيارة؟ 24 سيارة. 24 سيارة. ما شاء الله. 4 سنين في قطر و 4 سنين في الظفر و 4 سنين في سبحان. 24 سيارة؟ نعم. 24 سيارة و 4 سنوات ركض. شو إنجازات العاصمة؟ العاصمة ثاني بيئة طيبة. العاصمة سبق الله إنجازاتها يمكن تقريبا 7 سيارات. ها؟ 7 سيارات. طيب 7 سيارات خليني بس عطني دقيقة أبو عبد الله ولا تهون. العاصمة في رصيدها 7 سيارات. ويودة في رصيدها 24 سيارة وبكرة داخل تنافس يودة. ما تحس إن فيها مغامرة بكرة؟ ده ما في مغامرة. قد صارت قبل هذه. حلو. صارت قبل أفعال غلبتها الكايدة نقت بالنص عندها 20 سيارة. نعم. رباعية. ما شاء الله تبارك. نعم وغلبتها في قطر هني. والله سلام. أنا أتوقع هذا كلام تحدي من أبو عبد الله. نعم. نعم. سلام. نعم. والله. كفر. وأنا أقول لك بكرة رقم صعب. يا سلام عليك بكرة. نعم. العاصمة. رقم صعب يعني صاحبة المركز الأول إن شاء الله. أنا أطمح للمركز الأول بدون منافس يعني الناقة لها عليها ترشيح ترى مو بس مني أنا ما بيأكل. من الجمهور والله من الجمهور ومن خارج الدولة بدون منافس. نعم الوضع صعب بكرة كلمة الأول وخذ أبو عبد الله أنا أول واحد هني أكيد هني الروح الرياضية موجودة والمنافس حق مشروع للجميع لكن بناء على كلامه بكرة هي بتأخذ الأول. الله يوفقك أخذ الأول يستاهل سالم يوفق الجميع. نعم. العاصمة رقم صعب بكرة. ما يحتاج العاصمة فارغة نفسها ما فيها شك. يعني الأول بكرة في شك تأخذونه ولا ما تأخذونه؟ طال عمرك يودة لها تاريخ. إنجازاتها 24 سيارة. لها تاريخ مشرف. بيض الله وجهك. فالكم التوفيق جميع. طبعا هذه هي الترشيحات بكرة راح نناقشها أيضا مع ضيوفنا الكرام مشاهدينا ومستمعينا الكرام. وصلنا إلى خط النهاية. أتمنى التوفيق لجميع المشاركين بكرة سواء الأسماء اللي ذكرناها اليوم أو حتى الأسماء اللي ما ذكرناها اللي انتقلت لي سن الحيل. فألهم التوفيق بكرة في شوط الحيل والعشائر المنافسة على أشدها بكرة في مهرجان قطر للأصايل مهرجان 12. فألهم التوفيق دائما وأبدا. وصلنا لخط النهاية. لا يسعني بالختام لأن نتقدم بالشكل أخوي مبارك من عبد الله من ضابط الدوسري وأقول فالك التوفيق يا أبو عبد الله بإذن الله غدا. كذلك أخوي محمد بن زعل النعيمي بيض الله وجهك على حضرتك أبو زعل والناموس دائما وابدا. وايضا اخوي سالم بن حنيس العويسي فالك التوفيق جميعا. وانا اعجبتني اليوم تصريحاتك الناريه وهذا هو المطلوب دائما في مثل هذه المنافسه. يا سالم بيض الله وجهك. وجهك ابيض ان شاء الله بكره تكون معنا باذن الله. ان شاء الله. رشدان بن عبيد خالي عندكم بكره انا مظني. يا مرحبا. لا غمر كل ان شاء الله. اذا غمرت باقي اليوم كيف فيه. مرحبا بك الله يحييك. يا رشدان هو بيشارك بكره ولا مشارك؟ بتشارك بكره انت؟ لحد الان ما حددت عني. طيب اذا حددت ان شاء الله بتشارك في اذا حددت اني بسوي مغامره نحتمها بالضيط. انت عارف. مرحبا وسهلا رشدان بن عبيد. رشدان بيض الله وجهك. طلبت الترشيحات الثلاثه من الاخوان ورشحت نفس الاسماء ما سويت شيء. بيض الله وجهك ابو عبيد وما قصرت. الله يعطيك العافيه. سياسي سياسي في الموضوع هذا. اخوي حمد بن محمد الراشدي بيض الله وجهك والناموس دائما وابدا وفالكم التوفيق بكره. كذلك اخوي سيف بن خرف بالحايمة بيض الله وجهك. الله يطول عمرك. رشح يودة وفالها التوفيق بإذن الله بكرة. وياك. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء تقبلوا مني ومن فريق العمل أجمل التحايا وإلى أن نلتقي معكم بكرة بإذن الله في حلقة قادمة من برنامجكم اليومي برنامج الأصايل. نترككم برعاية الله وإلى اللقاء.